اعلنت وزاره الاشغال عن الانتهاء من اعمال مشروع توسعه وتطوير تقاطع الاشاره الضوئيه على شارع الشيخ سلمان في المحافظه الجنوبيه. المشروع يندرج ضمن المرحله التحسينيه الثالثه لتخفيف الازدحامات المروريه عند بعض التقاطعات على شبكه الطرق وقد اشتملت اعمال التوسعه والتطوير على ضبط الاشاره الضوئيه بالطريق الموصلي الى مدرسه الشيخ حصه الدوليه في الاتجاهين حيث ستساهم هذه التوسعه في تسهيل حركه المرور وتقليل فتره الانتظار وتخفيف الضغط على التقاطعات المجاوره في المنطقه